بالنسبه للفرق كلها والمجموعات كلها حضرتك اطلعت عليها. انا طلعت وانا جاي ايه في رايك في الطريق قرعه مصر يعني. كابتن بشكل ما؟ يعني خلينا نبتدي بقرعه مصر مثلا. عشان انا قلت لك ان كل واحد في المجموعه دي هيقول لك هو انا هجيب منين اسهل من كده؟ اورجواي هتقول لك اجيب منين ايجيبت والسعوديه؟ ده انا عمك سواريز دلوقتي وكافاني فاكرين نفسهم متوجين ومش عارفين طلعوا دور ان 16. الفراعنه دول سمهم قاتل، لو جيت جنبهم ممكن تقع وتتكسر وما عادش يجي جنبك. كل واحد فاكر ان مصر ضعيفه، كل واحد فاكر ان السعوديه ضعيفه، حتى احنا فاكرين ان احنا نقدر على السعوديه. لا الحكايه مش كده، تعالى بقى روسيا اللي هي صاحبه الكيان وصاحبه المكان وصاحبه الارض وصاحبه الحكام وصاحبه الدنيا كلها، الناس مستسهلاها. طب ازاي ده كان بتلعب في بطوله القارات اللي احنا اتفرجنا عليها؟ صحيح. حاجه تفرح، بيفرق معاهم جون واتنين، ده اتغلبوا من اسبانيا كام، اتنين او تلاته، ورجعوا للماتش تاني، وكان ماتش كانوا ممكن يكسبوا اسبانيا في شكليه واوضاع، لسه بيكملوا فرقه وبيكونوا فرقه هتلعب في كاس العالم. اي حاجه حصلت في المجموعات التانيه هتلاقي نفس القصه ما عدا كام مجموعه كده. بس هم عملوا القرعه صراحه مناسبه جدا يا كابتن، مش هتلاقي مثلا فريق زي فرنسا والمانيا مع بعض انا او كنت فاكر ان احنا هنروح مع فرنسا مع بعض، صراحه دي طلعت مميزه جدا يعني عملوها بشكل يعني لو طلعنا البرازيل والمانيا مع بعض يعني كانت بقت مشكله. عشان كده تنظيم الامور الفئه الاولى والفئه الثانيه والثالثه والرابعه، وما يجيش ثلاثه من اوروبا مع بعض، وما يجيش اثنين من اسيا مع صراحه من امريكا اللاتينيه مع بعض، ف بتروح مرحل على طول على البرنامج. انا كنت سامع وبتفرج على الحكايه دي، حاجه طبعا تنظيم عالمي بقى، خلاص ده وصلوا للاحترافيه بشكل غير عادي يعني. هو في الاول وفي الاخر هو بينظم الامور عشان الدور الثاني يبقى قوي، ثم الدور اللي بعديه يبقى اقوى وهكذا لغايه لما طبعا احنا عايزين الشعب المصري بقى يعيش في مصر هنا اكنه في روسيا. يشوفوا لنا حل ان احنا نشوف بقى الاجواء العالميه اللي انا مش هقدر اسافر فيها يا فاروق، لازم تشوفوا لنا حل ان الناس دي تتمتع هنا، نمشي مش هتيجي كل يوم حاجات كاس العالم دي. احنا عايزين يا فاروق بقى اشوفك انت قاعد في بابليك فيون كده بتعلق اكنك قاعد في روسيا والملعب وراك والدنيا، اشوف الناس كلها اللونجات بقى موجوده. نخلي مصر بدعه سياحيه في هذا المكان من داخل مصر، ممكن ملاعب بدعه سياحيه في روسيا، نعمل اماكن في روسيا، نعمل في السعوديه ملعب النادي الاهلي لا هوكي بتاع الاستاد اي حته فيها نادي الشمس نادي الجزيره، الناس اللي هي متخصصه زي الشركه الراعيه اللي هي موجوده معانا دي تعرف بقى تكسر الدنيا بيها، عندهم فرصه معلش وقت صغير 6 اشهر، انما الافكار موجوده والناس اصحاب الافكار دي موجوده والناس عايزين الدنيا دي الدنيا كلها هتشتغل ولا مش هتشتغل؟ مصر كلها هتشتغل ولا لا في الحكايه دي؟ سياحيا واوفر وكريم وحسين وعلي كل الدنيا في فلوس هتشتغل ولا مش هتشتغل؟ عايزين نستغلها من مصر هنا قبل ما نستغلها في السعوديه في روسيا. احنا ما نتصدرش، عايزين بقى احنا اللي نستورد، احنا اللي نخلي الناس تجي لنا، احنا اللي بنبقى بناخد مش بندفع، احنا اللي بنبيع نفسنا غالي مش بنبيع نفسنا رخيص. فحلوه حته كاس العالم دي يا فندم، حلوه. كنت تتمنى كابتن مصر تبقى هي في مباراه الافتتاح؟ طبعا يعني هتفرق كانت حاليا كنت تتمنى الناس كلها تتفرج لها، واصل عشان كمان ماتشات الافتتاح كلها يا فاروق في ربنا كده بيحطها دايما تطلع تعادل. كنت اتمنى كنت اتمنى ان مصر وروسيا تبقى الناس كلها بتتفرج، كل الفرق بتتفرج، كل الفرق بتشوف، اصل نازله اول في يوم لوحده. انت قاعد في بلدك اول افتتاح كاس عالم، انت اللي نازل وانت اللي عالم الجمهور السلام الجمهوري بيتضرب 28 سنه ايه كله بيتلغي وكله بيتنسي، ده كأنك النهارده كأنك كل يوم هناك. انت كل يوم هناك ليه؟ انك عندك ربنا ادالك 3 بطولات افريقيا، بلاتر ومورينيو والناس وقبه بيجروا يشوفوا حسن شحاته وزيدان ومتعب وجده، الناس دي برضو خدت لها فتره من 2006 2010 فاروق عالميا موجودين، اللي بيتفرجوا على الفاينل بتاعك على طول، انت اولد في الفاينل، انت على طول في الفاينل، انت على طول في افريقيا وكنت في الفاينل، انت اللي خدت الريست بقى. كان ربنا عارف ان مصر هتعدي بحته كده مش لطيفه، ولحد دلوقتي احنا باذن الله هنخلص عليها باذن الله كلها. من 2010 2017 لغايه دلوقتي احنا هي دي الفرحه اللي حصلت لنا. هو في سيناريو يحصل يا فاروق زي اللي حصل ده، انك بتكسب غانا 2-0 هنا وبتكسب كونغو على ارضها 2-1 وبتوصل 6 نقاط، محتاج كنت تكسب اوغندا كان الملف اتقفل ورحت كاس عالم، وبعدين تجي لك القرعه بهذا الشكل مع 4 فرق، انت او 3 فرق عندك، شميت ريحه انك انت توصل دور ال 16. في ناس كتير قوي بتفكر، انا كنت قاعد بتفرج على المهرجان اللي هو باحتفاليه بتاعه كاس العالم عبد الله الشركه الراعيه، انا كنت قاعد ان في ناس بتخطط في ان مصر تبقى بقى ليها ملف في 2026. الناس بتشتغل،
والناس صغار السن اللي بيشتغلوا دول وخبرات جامده جدا، الناس بتشتغل، الناس عايزه كوادر لازم تبقى موجوده زي ما قلنا، زي ما انت بتتكلم على محمود الخطيب بيقول لك كوادر وما اعرفش ايه، كل الناس بقت خلاص الدنيا والميديا والجول اللي جه ده دي حاجات من جد وجد يعني. صحيح. انت النهارده مش محتاج في كاس العالم غير جنب الراجل اللي جاب الجون ده واد سترايكر 10 على 10 اللي هو مروان مثلا صبحي. فكر كوبر، انا كنت شايف الناس بتتكلم. النهارده انت عايز سترايكر جنب الراجل ده هيبقى لك كيان في وشكل في كاس العالم ولا غلط؟ انت محتاج فرود، محتاج فرود يترجم سرعات هذا الرجل. يلطش بقى واحده بسرعه اول جون تجيبه في كاس العالم يا فاروق قبل ما يخش فيه الجول تخلي الدنيا دي تقلب كلها. بعدين ده عمر كاس العالم قد ايه؟ 6 مباريات. هو انت كنت تقول في كاس افريقيا اللي فات ان انت هتوصل فاينل؟ صحيح. وبتلعب على الارض زي الزفت. صحيح. في حاجات سيناريوهات احنا لا لينا فيها ولا احنا، بس لو اشتغلنا لها وربنا رضى عننا هتلاقينا هنا كيان تاني، او ان احنا قاسينا وبنقاسي كتير او ربنا. طب بامانه كده يا كابتن، ربنا ما بيحبش اصل الظلم يعني. بامانه كابتن يعني خلينا نتكلم، مستوى منتخبنا ممكن يختلف ان شاء الله الحين طبعا، او قصدك الطريقه يعني طريقه اللعب. طريقه اللعب لا والشكل، انت عندك دلوقتي محمد صلاح بيتالق وبيزداد تالقا، رمضان صبحي ان شاء الله يرجع لمستوى الشكل كبير ويلعب بشكل منتظم مع فريقه، تريزيجيه ماشي بشكل قوي جدا في قاسم باشا يعني، الشناوي ممكن يبقى موجود يعني بنشوف انا قصدي على الحضري، هو حضري فبقول لك الشناوي ممكن يكون موجود معاهم. حضري ربنا يكرمه ان شاء الله. كل الناس دي ربنا يكرمهم يعني ان شاء الله. عندنا 15 محترف لاول مره في تاريخ منتخبنا موجودين معاك دلوقتي. انت بالنسبه لي خليني انا مذيع فاروق اسالك سؤال، احنا محتاجين ايه؟ انت محتاج جراءه بقى او شكل معين تقدر تلعب بيه. يعني انا كنت بقول الناس بص يا فاروق الماتش ده احنا عندنا 3، فين بقيه اللعيبه؟ طب انا هقول لك انت عايز تقارب خطوط يعني، عايز لعيبه تقدر يبقى ناقل حركه ورا، شوف الراجل اللي راح ناحيه اليمين ده وجاله واحد لا ده احنا عايزين حاجه متكوكه كده في بعض. واحده 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 كده في جميع الخطوط قريبين من بعض، عاملين زحمه بنفسد الباصات اللي جايه لنا، لما هندي مساحات للسرعات اللي هي اكتر مننا طب احنا هنجيب منين؟ طب الاوروجواي ده اصلا ايوه فريرا، عارف انت الفريرا هر والتاني بقى الهجام ده وما اعرفش ايه وبختك يا ابو بخيت ان هو بيجيب جواه ده بيعضه بقول لك شالوا سنينه. انا شفت شويه حاجات كده بعد ما القرعه جابت اوروجواي قال لك احنا شلنا اسنان سواريز، هو فاهم ده. وبعدين ايه يعني. مش ماشيه معاه في برشلونه وجافا عايز يعوض فينا على بقى يطلع همه فينا؟ لا احنا عايزين برضو احمد حجازي يخش يروح واخده 2 في دماغه منزله يعرفوا ان المصريين دول حاجه ثانيه. لكن الطريقه نفسها كابتن لو احنا ابتدينا نشتغل عليها تنجح مع منتخبات اللي احنا معانا في المجموعه؟ يعني الديفندر تنجح طبعا. عندك مسمارين سنني واحمد وطارق حامد، دول مسمارين في الحته دي انما طب احنا عايزين نروح بقى نغير بقى مفهوم مجدي عبد الغني عن الحياه كلها يعني. عايز تجيب جول ومجدي مراهن ان هو هيفضل طول عمره هو اللي جايب الجول بس بنقول صلاح ان شاء الله. كابتن مجدي هناك في القرعه فلازم يطمن مجدي هرب مجدي ربك انقذهم بقى. لكن لا يعني عارف يا كابتن انا واحد من الناس بقول ان فكره مسيرتك الكوبر في الفتره اللي فاتت هو الانسب بقى لكاس العالم، ممكن يكون في التوقيت اللي احنا قبل ما نوصل كاس العالم الناس عايزه يهاجم عايزاه يبقى في شكل جمالي، انا بشوف كاس العالم بقى المفروض مختلف، تكتيك مختلف شكل طبعا مختلف. نوعيه لعيبه مختلف عندها سرعات. اجيب منين يا كابتن؟ عايز سرعات عندك انت. هو بقى سرعات صح؟ هو الراجل خلاص قال لك بص هقول لك حاجه، واضح من الكلام وواضح من انك هم هتعملوا معسكرين ايدي، عندهم معسكرين هيعملوا واحد في مارس وواحد قبل نوعيه اللعيبه الفرق اللي انت هتقابلها مين؟ هتعمل معاه تراي ماتش مين؟ هتروح تقابل تشيلي دي انا كنت مرشحها تاخد كاس عالم، انا ما اعرفش ازاي دي ما دخلتش كاس عالم. منتخب قوي طبعا. انا كنت مرشحها تاخد كاس عالم، دول اللي بيوقفوا الالمان وبيوقفوا البرازيليين وبيوقفوا كل، خدوا الارجنتين من الارجنتين مرتين خدوا كوبا دي امريكا، ما حدش عارف ياخدهم منهم. دول لعيبه هتروح تلعب مع دول انت فاكرهم دول ايه؟ كولومبيا هتروح تجيب كولومبيا وتلعبها؟ دول فرق جامده جدا. انت لازم يكون عندك سرعات جنب الناس دي، انت هتعمل اعدادات اوروبيه او لاتينيه او تاني عربيه خلاص بقى معاك السعوديه انت طبعا الراجل رفض ان هو يكون عنده اي مقابله افريقيه او عربيه كويس ان هو بيطمع، بس تروح تجيب فرق مش هتتمرن فيها، انت لازم تروح تشوف حد بيجري بسرعه زي الالمان زي المواتير دي
فتعرف انت ازاي هتحلق هتقف. انت قلت جمله حلوه قوي، هاخد من عندك ازاي هقابل الناس دي بفكر وتكتيك. فانت طب لازم تشوفهم بيلعبوا ازاي، لازم تشوفهم على الوقت. انت عارف احنا كنا بنلعب تراي ماتش غير لما بلعب ماتش زي ام بي كده بكره، يعني بلعب ماتش رسمي غير لما اروح العب ام بي ماتش ودي. هتلاقي ام بي هنا مختلف وام بي هنا حاجه ثانيه. انا برضو لما اروح العب اي فرقه في اوروبا لازم اشوف الامكانيات بتاعتي اللي انا عايزها تحصل ايه، الكالتشر بتاعي، الشكل اللي هخوف بيه فرقه زي روسيا وهي بتلعبني. هل عندهم محمد صلاح؟ عندهم النني؟ ما هو بقى في انترناشونال نني، يعني في اسماء كبيره، في اسماء عالميه موجوده في الملعب من مصر. عندهم تريزيجيه ده بيلعب في افريقيا، والراجل المدرب هناك هيدرس كل اللعيبه بتاعتك دي. لا يفاجئ، خدت بالك، في اي حاجه داخله زي غانا، هي في اقوى من غانا. معلش يا فاروق، غانا دي فرقه محترمه لغايه للاخر، وبيلعبوا في الاثنين الاخوات بيلعبوا في انجلترا وبشمال، وببص لها في المعصو. انت بس اللي كانت ربنا ممشي لك الدنيا، واللعيبه بتاعتنا الحقيقه كانوا متكين على ربنا، ربنا شاف ناس بتدي اكتر حاجه عندها. التانيين كانوا بينزلوا يتصوروا ويعملوا، بيفكروني في دروجبا لما وقف في افريقيا هنا وعمل ايده كده مع اول ضايع، خلى الحضري احسن جون في العالم. لكن بتشوف اصعب المواجهات بقى في المجموعه دي يا كابتن بالنسبه لمنتخبنا، اصعب المباريات بالنسبه اوروجواي، يعني اصعب مواجهه اوروجواي. ها روسيا؟ لا روسيا عندهم فراغات زينا، مش شايفين لهم طريقه لعب، بعاد خطوطهم في ضدنا، الجمهور ضدنا، الحكام خطوره هنا. فاكر انت ايام الاتحاد السوفيتي كابتن ما كان موجود في كاس العالم، كان في جول اسمه ايه؟ ده سيف. ها فاكر انت كان الجول بتاعهم ده كان مميز قوي، كان حاجه، يمكن هو ده اللي شهر الاتحاد السوفيتي. صحيح روسيا، يعني روسيا ده اللي شهر. واحنا كمان عندنا عميد حراس العالم رايح هناك حضر، هتلاقي كله بيسلم عليه وكله، وانت عارف بقى الحرضه دي بقى مش عايزك تدوش في الدنيا، عايزك تاخد بالك برضو من هو هيبقى اكبر حارس في كاس العالم، اكبر حارس. حقيقي. لكن مواجهه السعوديه كابتن مواجهه، هي طبعا المواجهه الاولى هي الاهم، يعني عشان نبقى متفقين طبعا لازم تعمل المواجهه الاولى تعمل عشان انت لو بتفكر في دور 16 تبقى انت على الاقل عملت نتيجه ايجابيه مع اوروجواي، تقدر تتعادل تعمل نتيجه ايجابيه بمكسب، طبعا دي تفرق معاك كتير. دايما البدايات هي الاهم يا كابتن شريف. طبعا الجميل بقى في منتخبك ده، انا بفكر فيه اصلي. الولاد حافظه بعض، خلاص واخدين بقى على ان احنا ايه، على طول بتحفق وبيطلعوا ويردوا ويعملوا، ما عندهمش مشكله. يعني حتى في ماتش الكونغو هنا كان عارفين ان هم عايزين يخطفوا جول او اتنين نفس اتقطع، خلاص عايزين يروحوا على كاس العالم خلاص، لغايه ما ربنا يعني جابها بشكل جميل. فهي دي بس انت بتقولي كوبر ما بيغيرش الهيكل، عشان الناس دي مدياله سيستم، والسيستم بتاعه لحد دلوقتي انتوا مش عايزين تروحوا كاس العالم، ادينا وديتكم كاس العالم، كنتوا عارفين انتوا هتوصلوا نهائي افريقيا؟ ما كنتوش عارفين. لا يا عم كوبر، الناس هنا في مصر بتحب الاداء، وبتحب تكسب تخسر من البرازيل 4-3، وبتحب تعمل، وبتحب فينا وادينا وعملنا وشكرا، والناس بتفهم كويس، كل حاجه بتفهمها الناس. عايزين بقى اللعيبه تعمل لنفسهم مجد جوه، مش حولها لك اكتر من كده، خلي اللعيبه تعمل لنفسها مجد جوه، وانت ترجم اللعيبه. كمان اللي كان موجود عشان توصل لكاس عالم هو مختلف دلوقتي، انت مش خلاص توصلت كاس عالم، انت مطالب بتحقيق نتيجه تكون مرضيه للشعب، وما تخرجش من نهايات كاس عالم تاني. بالظبط كده، يعني لكن الامور دي بتفرق معاك كضغط نفسي من جمهور مصر، يعني في الاول انت مضغوط، انت عايز توصل كاس عالم، عايز تاخد بطوله افريقيا، فالامور مخليها متكتف شويه، مخليها حريص جدا. لكن هناك انت لو اشتغلت او حققت اي نتيجه، اعتقد الجمهور مش هي، يعني انت لو قدرت نفسك صح، ده وجهه نظري برضه، لو قدرت نفسك صح هتلاقي ان انت اهم حاجه عندك انك انت في الملاعب دي تمرن لعيبتك على انها ازاي تشوط من بره ال 18، ازاي تهدد الجون اللي قدامك. ما ينفعش انت بتلعب 45 دقيقه ما فيش لعيب عدى من لعيب وعمل زياده عدديه، او ما فيش لعيب فكر ان الكره لما تترد له انه يسدد في المرمى. يسدد في المرمى دي يعني بيعمل تيست لحارس المرمى، تعمل بند وتخش. هو في اقوى من انك انت تشوط من بره ال 18؟ انت عارف السرعه بتبقى كام؟ 150 و160 كيلو الشوط. احصائيات بقى دخلنا في الميديا 140 130 109، زي التنس كده بيقول لك الايسز بتبقى عامله شكلها ازاي. احنا هنا برضو كده لازم السماتشات اللي هي بتبقى جايه من الكرانر وطالع ناس، لازم يبقى عندك تريكات، لازم
بتستغل كل فرصه ليك في ال 90 دقيقه اللي انت بتلعبها في كاس العالم دي، انك تميز نفسك باي شكل، تخوف الناس اللي بتلعبها باي شكل. هما ممكن يجيبوا جول بنيران صديقه لو انت شايف نفسك يعني مدي لنفسك انك انت 2% 3%. لا انا شايف مصر باذن الله من 6 ل 8% في هذه المجموعه. حقيقة كابتن، لكن يعني مواجهه المنتخبات العربيه دايما بيبقى فيها صعوبه كابتن. انت عندك مواجهه المنتخب السعودي هي اخر مواجهه بالنسبه لمنتخبنا الوطني في هذه المجموعه، لكن انت على الاقل لازم تكون قبلها الى حد ما ضامن بشكل كبير انك تعمل نتيجه ايجابيه مع منتخب الاورجواني، ونتيجه ايضا ايجابيه امام منتخب روسيا وعلى ارضه طبعا وسط جمهوره. الامور ليست بسهوله عشان توصل للمنتخب السعودي اللي ممكن ايضا يكون عنده طموح كبيره ما تضمنش الامور بالظبط او العكس بالظبط بالنسبه للسعوديه كمان. السعوديه طبعا انت بقى لها فتره على فكره زيك يعني مباراتك انت مع السعوديه بالنسبه للسعوديه وبالنسبه لك لازم يكون هما الاثنين عاملين اي نتيجه ايجابيه توصلهم ان الماتش ليه معنى. مش عايز اوصل للماتش ده يكونوا الاثنين وصلوا خلاص. يعني بيلعبوا بعض ويتعادلوا وخلصت القصه يقول لك احنا هنطلع، انا مالي بقى بالفرقتين التانيين دول. فدي احنا عايزين نتكلم في السيناريو ده. السيناريو ده انك انت لما توصل للمباراه النهائيه بتاع السعوديه اللي بتقوله السعوديه دي اسهل مرحله ليا او انا اقدر اكسبها، يبقى ليه معنى لما اكسبها. مش ان انا المعنى بتاعي ان انا اعطل. افرض السعوديه لو خدت بونت مني هي اللي تقدر، نقطه مني هي اللي تقدر تخش بيها. انا عايز يكون المباراه الاخرانيه اللي هي اسهل مباراه ليا في المجموعه يكون ليها معنى زي ما انت بتقول. انا عملت بس ان تعادل وهكسب يبقى معايا 4 بونت. انا مش عارف بس في هنا في احسن توالت هنا ولا حاجه ولا لا مفيش خلاص يعني يبقى معاك 4 بونت ممكن تعدي لدور ال 16 وهي قصه اللي يعدي بيبقى على الاقل واخد 5 بونت. فانت هتلعب على غرار على اسوتن ب 90 اتعادلت ماتشين. لو كنت اتعادلت 1-1 مع انجلترا كنت دخلت، وكانت متهيألي ايرلندا ما دخلتش. لو كسبت انجلترا كنت دخلت لوحدك انت البطل. لو تعادل زي ما انت عايز 0-0 وكل ما كانت المجموعه دي تعادل تاني يا قرعه، لان كانت نتيجتهم كلهم زي بعض. صحيح التاريخ بيقول كده. صحيح احنا عايزين بس يعني نبقى عارف لما بتلعب مع النصر ولا بتلعب مع الفرق اللي هنا في مصر بتلعبك دلوقتي كأهلي او رجاء او اي حد كأهلي؟ لا اي حد بيلعب النصر او بيلعب الرجاء او اي حد بيلعبوا مفتوح الرجاء والنصر ومش خايفين، رغم ان هتغلب هتغلب. انما هي ضربت معاهم في اخر ماتشين الاثنين كسبوا في يوم واحد. اللي كسب طلائع الجيش، والرجاء كان بتلعب بتروجيت متهيألي وكسبت بتروجيت. ها كسبوا فرقتين قدهم 10 مرات يعني، هوب راحوا كسبانين وبيلعبوا بايه بمفهوم ايه الفوز بمفهوم الوجود. يلا يا مصر كلنا يبقى لنا وجود باذن الله ومش هنخسر حاجه تفتكر في هذه البطوله. انت بتقول كده ويمكن بقول لك ممكن يحصل مع مسيرتكم. كل اللي ماسكين المنتخب لعيبه زينا وعارفين ان اللغه اللي احنا بنقولها دي وبيتمنوا زينا، فانا وسمعوا او عارفين هيقول لك احنا كلنا بنفكر كده. يعني مش هم اللي هيلعبوا، اللي هيلعب اللعيبه. يا ريت يا كابتن والله. يعني لما تجي لك اللعيبه بقى من كل حته في العالم تبقى جاهزه ومش مصابه وحاجات كده، ما تعرفش بقى لغايه ما توصل بعد 6 أشهر ايه اللي بيحصل. صحيح انت عندك وقت، ولكن هي النقطه ان انت عدد المباريات ممكن كمان يبقى قليل يا كابتن. يعني انت بالنسبه لك محتاج كنت تكمل. وانا فاكر كابتن جوهري قبل ما يروح كابتن جوهري كان عايز يلعب 12 كاس العالم، كان عايز يلعب 12 لعيب. قال لك يا في مشكله، قال لك لا لو في واحد هنا في الحته دي فرصه، لو في حته دي في كذا لو اتحاد الدولي يديني فرصه ويزود عدد اللعيبه يدينا انا 12 لعيبه الحته دي. لكن اكيد طبعا احنا منتخبنا ان شاء الله من خلال الـ 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 الفتره اللي جايه يكون بيأدي بشكل كويس او يستعد بشكل كويس. نتمنى له ان شاء الله كل التوفيق. لكن كابتن ايه بقى المدرسه اللي انت كنت، احنا بنتكلم على المدارس لكن المنتخبات ممكن الاقرب اللي انت من خلال رؤيتك للمجموعه ممكن منتخبنا يلعبها يلعب معاها. انا عايز الشكل ده اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي ده. في روح كده وفي جري وفي سبرنتات. وبص بص 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 البينالتي شايف هو دي طبعا. هو ده اللي انت تقدر. كابتن تريزيجيه جاب هو ضربه الجزاء دي جاب ضربه جزاء كونغو كمان. يعني الماتش ده كان برضه اراد مصيري. اراد ان يكون اراد بروحه ان هو يكون موجود في المنطقه دي ويطلع اللي عنده. وفعلا بيبقى سابق. هو دايما لو تلاحظ هو بيبقى سابق اللعيب، شايف بيسبقه بخطوه او خطوه ونص، التاني ما بيلاقوش مكان غير انه يصطدم بيه. ده عنده روح ان هو عايز يعمل حاجه امكانياته كده. صحيح. فاحنا عايزين نشوف الشكل ده اللي انت وريته لي ده، شكل جميل جدا. يا ريت نشوف كاس العالم.
لان انا بعتبر غانا دي من اقوى الفرق اللي انا بشوفها في حياتي. طبعا. طيب خلينا نروح لفاصل بقى كابتن ونرجع نكمل كلامنا، بس المره دي عن النادي الاهلي ومباراه الغد، لكن مهم جدا ان احنا نقول ان مباراه مهمه، الثلاث نقاط دي مهمه جدا. انت عايشتنا في جو اكبر من لا ما هو لازم كنا نعيشه، لان ده الحدث في التوقيت الحالي منتخب مصر ومجموعته طبعا في كاس العالم روسيا 2018. هنروح لفاصل وارجع اكمل كلامي مع كابتن شريف عبد المنعم عن مباراه الغد، مباراه الاهلي وانبي.